بداية دعني أبدأ معك من قراءة لهذه الزيارة ونتائج هذه الزيارة، تفضل. طبعا تركيا عندما تقول وتصرح أن التعاون الاستخباراتي موجود ولم ينقطع ما بين كل من أنقرة ودمشق، فهذا تقرير واقع وهذا حقيقي. وحتى في الحروب الدولية والعالمية العلاقات الاستخباراتية لا تنقطع. تركيا لديها موقف واضح مما يتعلق في الأزمة السورية، وهي نقطتان. النقطة الأساسية أنه يجب أن يكون هناك تغيير سياسي للنظام في سوريا، والنقطة الثانية هو أنه يجب أن يكون هناك حل شامل لكل الجغرافيا السورية، وليس كما تريد طهران أو تريد موسكو أو حتى واشنطن بإيجاد حلول لبعض البقع الجغرافية وترك البقع الأخرى على وضعها الراهن. وبالتالي هذا ما يجعل الخلاف متجذر ومتأصل ومستمر في نفس الوقت مع كل هذه العواصم الفاعلة على الأرض السورية. في المحصلة، تركيا في هذه المرحلة بالتحديد يهمها أن يكون الإرهاب بعيدا عن حدودها، سواء كان عبر الدبلوماسية من خلال إقناع النظام السوري عن طريق روسيا أو أوامر روسية تأتي للنظام السوري، أو تنسيقات ما بين روسيا وما بين قسد والنظام. لا يهم تركيا الطريقة، إذا كانت الأمور الدبلوماسية تأتي بثمارها فهذا سوف تكون له تركيا ممتنة، وإلا فكما صرح الرئيس أردوغان قبل حوالي ساعة من الآن أن العملية العسكرية قائمة وأن تطهير الحدود مع سوريا الجنوبية بعمق 30 كيلومترا مستمر، وسوف نطهر تلك البقعة الجغرافية. هذا تأكيد على أن تركيا لم يتغير موقفها فيما يتعلق بعملياتها العسكرية من جهة، أو حتى بالملف السوري ككل من جهة أخرى. ولكن ربما السياق الذي فهم منه أن هناك محاولات روسية لتقريب أو يعني إقناع تركيا بالجلوس مع النظام السوري، هذا ليس بالجديد، هذا منذ سنوات، وروسيا تحاول سواء كانت الرسائل شفهية سياسية دبلوماسية أو حتى رسائل بالدم عندما تقصف روسيا بعض المناطق الآمنة أو في مناطق خفض التصعيد، هدفها هو إجبار تركيا للجلوس مع النظام السوري. وطبعا تركيا ترفض وقامت بالردود العملية حتى من خلال عمليات عسكرية متعددة. وبالتالي لا يمكن أن نصب هذه التصريحات بأن هناك تقاربا محتملا واردا ما بين كل من الحكومة التركية والنظام السوري. لو أرادت تركيا أن تقوم بهذا التقارب لفعلته منذ زمن، ولا جنبت نفسها الكثير من المفاوضات.